بص يا استاذ عزوز، هتستناني انا 5 اشوف حاجه على السريع وبعدين توديني البيت اجيب فلوس وحاسبك. طب بتحاسبين هنا يا ابله؟ انا بقالي 3 ايام بطبق ونفسي انام وشايف اشباح قدامي. والله كلنا زيك، وبعدين رب هنا رب هناك. قلل كلامك بقى عشان ازود لك حسابك. تعالي هنا برضه بتكرري نفس غلطاتك تاني. فيها ايه يعني لما نشرح للراجل موقفنا ونفهمه ان احنا مفلسين ونسيب له حريه الاختيار؟ السواق ده بني ادم زينا على فكره. بقول لك ايه يا اختي، ما انا سواقه زيه. وبعدين دفي لسانك جوه بقك عشان ما اسمعكش في صخط الودان. بطلي بقى القرف اللي انت بتقعدي تقولي ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ونبي يا عم. نعم. عارف الحادثه الكبيره اللي كانت هنا دي؟ دي كانت حادثه كبيره قوي بعيد عنك. وكان فيها واحده بتفرفر كده، الاسعاف جت خدتها ومشت. ماشي. كان بقى جنبها واحد بقى شاب كده. ايوه كان جنبها شاب كده جدع حلو. فينه؟ راح عند اللي خلقه بقى. يعني ايه؟ بقول لك الشاب اللي كان جنبها. بقول لك مات. لا يا عم، ريجا ما ماتش. هو اسمه ريجا؟ ده انا مغطيه بالجرايد بايديا دول. ما تقولش كده يا عم، ريجا ما ماتش. ريجا ما ماتش. لا لا. بقول لك ايه؟ مش انت اللي كنت راكبه جنب منه في العربيه؟ لا لا مش هي. لا ده هي ازاي مش هي؟ ده انا اللي مركبه عربيه الاسعاف بايديا مع الرجاله. مش هي بقى. وبعد ما ركبت ومشيت الحكومه جت قعدت تدور عليها. انت تعرف اكتر مننا. مش هي بقول لك. مش هي. خد يا بنتي. مش هي. مش هي. يا احمد يا علي يا عمرو. في 60 دقيقة يا عمرو.